بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، دائما بسم الله نبدأ، على اسمه نستعين ومنه دوما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الصباح تواصل أشواطي سن الكبار في 8 كيلومترات واستمرارية هذه الانطلاقات. انطلق الشوط الثالث في أشواط صباح هذا اليوم، والشوط الثالث الخاص في هذه الانطلاقات بالزمول المحليات الأصايل بهجن أصحاب سمو الشيوخ وشعاراتهم القادمة في هذا الشوط المتنافسة مع الأخوة المضمرين على أرضية هذا الميدان. لنسير بالمركز الأول ونتعرف على شاهين اللي يقود مسار الشوط من هجن العاصفة، يضمر غياث الهلالي على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام يتقدم في هذه اللحظات، وياتينا هملول. هملول من هجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي يتولى عملية تضميره. المركز الثالث أيضا هملول من هجن الرئاسة، ويضمر الظافر علي بن يمي اللوهيبي. كذلك يقدم هملول على المركز الرابع من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي اللي يتولى عملية التضمير. المركز الخامس شاهين من هجن العاصفة، يضمر اللي هو غياث الهلالي. والمركز السادس سادس المراكز في هذه الانطلاقات وهذه التحديات، ياتينا الوسمي تعود ملكيته من هجن الرئاسة، يضمر سلطان بن محمد الوهيبي اللي هو شاهين في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات. بينما المركز السابع تقدم فيه شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة، يضمره. والمركز الثامن هملول مشاهدينا متابعينا الكرام من هجن الرئاسة، يضمره علي بن يميل الوهيبي. والمركز التاسع هذا تاسع المراكز غازي لسمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد النهيان، يضمره محفوظ بن خميس الينيبي. والمركز العاشر عندك يا بن زيتون مشاهدي الاعزاء النصر، نصر من هجر الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحديات هذا الشوط. الانطلاقة والتحدي والأثارة الحاضرة هنا في ميدان المرموم مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات الجميلة والشعارات الرائعة مع الزمول بعد العشر المراكز. هناك أسماء أيضا وهناك شعارات، ترقبوا العديد والمزيد مع بنوك المستقبل في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. وعودتنا مرة ثانية، عودتنا إلى المراكز الأولى وإلى المركز الأول. ما شاء الله اللي انفرد بالمركز الأول واللي باعد بينه وبين بقية المراكز شاهين قاد الشوط. ما شاء الله قاد الشوط بانطلاقة جميلة وانطلاقة رائعة بهذا الاندفاع وبهذا الانطلاق الشيق وهذه التحديات في هذه الأجواء الجميلة الضبابية في هذا الصباح. شاهين من هجن العاصفة على المقدمة وعلى المركز الأول، يقود في التضمير، وياتي غياث الهلالي بعملية تضمير وتدريب. بينما المركز الثاني ثاني المراكز هملول من هجن الرئاسة، وياتي المجازف محمد بن عتيج بن زيتون في تضميره على المركز الثاني أيضا من دفع عن دفاعة جميلة ورائعة للقاية. بينما المركز الثالث هملول من هجن الرئاسة، ويضمر علي بن يمي اللوهيبي على ثالث المراكز. المركز الرابع شاهين، والمركز الخامس شاهين، شعار هجن العاصفة يتقدم مع غياث الهلالي بهذه الاندفاعات والانطلاقات الجميلة
والمركز السادس هملول في سادس المراكز من هجن الرياسة يضمر علي بن يمي الوهيبي، والمركز السابع يتقدم شاهين في سابع المراكز من هجن الرياسة ويضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الثامن شوية سهل المركز الثامن غازي في المركز الثامن لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس لينيبي، المركز التاسع وهذا هملول من هجن الرياسة يضمر علي بن يمي اللوهيبي، والمركز العاشر يتقدم فيه في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر عبيد بن محمد بالضبع. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذه الانطلاقات. أكملنا النداء للعشر المراكز الأولى، إذاعتنا الثانية وندانا الثاني ونحن نغادر منتصف المسافة الأربعة كيلومترات الذي تنطلق فيه هذه الأسماء وتنطلق فيه هذه الشعارات الجميلة وتنافس الزمول بنوك المستقبل في هذه أو بنوك الانتاج في المستقبل في هذه الانطلاقات. تندفع مشاهدين العزاء لتأتي بهذه الانطلاقة والاندفاع. نروح مع شاهين ما شاء الله اللي مسيطر سيطرة كاملة وتام هناك مع الكادر العلوي في شاشة دبي ريسنج بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع القوي والجميل في هذه التحديات. شاهين على رأس الحربة، شاهين على المركز الأول يتربع على عرش المقدمة، ينطلق بالمركز الأول من هجن العاصفة يقود في التضمير غياث الهلالي، يتابع ما شاء الله يتابع غياث الهلالي على المركز الأول ويسير بركب المقدمة والحمر خطر. بدأت الأمور وبدأ هملول يتحرك، هملول اللي بدل الأمور وغير من موقعه إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. أو هملول أيضا هملول من هجن الرياسة نعم، ويضمره محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم على المركز الثاني ويندفع يلاحق بشاهين بهذا الاندفاع. والمركز الثالث هملول من هجن الرياسة يضمره الظافر علي بن يميل الوهيبي، وياتي اللي هو شاهين مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي أيضا يختل للجميع، وموقع ممتاز لشاهين في هذه اللحظات. وانطلاقة على المركز الرابع من هجن الرياسة يضمر سلطان بن محمد الوهيبي، والمركز الخامس والسادس شاهين من هجن العاصفة وتضمير ومتابعة غياث الهلالي على المركز الخامس والسادس. السابع هذا هملول من هجن الرياسة مع علي بن يمي الوهيبي، المركز الثامن هجن العاصفة شاهين وغياث الهلالي، والمركز التاسع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس الينيبي اللي يتولى تضميره، والمركز العاشر هذا هملول من هجن الرياسة مع علي بن يمي الوهيبي. هذه النتيجة وهذه الانطلاقة. خلاص النداء الأخير للعشر والإذاعة الأخيرة بالنسبة للعشر، لكن بنكون هني مع التنافس، وأحيانا تكون العشر متواجدة في الكوكب الأولى وفي الانطلاقات الأولى. يا سلام يا سلام، هذه زاوية الاتجاه، انحناء الميدان وبعده اتجاهنا مباشر إلى خط النهاية، ونروح مع المركز الأول ونشوف التغييرات والتبديلات على المركز الأول في هذه اللحظات مع بوابة العبور مع لوحة الاثنين كيلو متر. الاثنين كيلو متر يا سلام، الستة كيلو مترات انقضت، ولكن نسير مع المركز الأول وهملول على رأس حربة هذا الشوط يقود الزمول ويتصدرهن المحليات في هذا الصباح من هجن الرياسة. يأتي الظافر، ظافر المضمرين بوسعيد كذلك المقدم هذه النوعية على المركز الأول، ولكن المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة العملاق من قدم نوعيات جميلة ملفتة للأنظار في هذا المهرجان كالعادة دائما لإنجازاته
وتحديات العملاق سلطان بن محمد سالم الوهيبي المنطلق مع شاهين في هذه اللحظات على المركز الثاني بشعار هجن الرياسة، شعار الحمر الخطر المقدم هذه النوعيات، ولكن شاهين من هجن العاصفة للمركز الثالث يضمر اللي هو غياث الهلالي، وبدأ بن يمية ليقدم هذه النوعيات تعزيز يعزز من المركز الأول بالمركز الثالث، يأتي ويقدم لنا أيضا هملول، أيضا هملول من هجن الرياسة يضمر علي بن يمية اللهيبي. بدأت الأمور وبدأت الانطلاقات والتحديات الجميلة في مسار الشوط. في انطلاقة هذا الشوط تقاربت الزمول وقرب كيلو النهاية، قرب الكيلو الأخير، الكيلو المتر الأخير في الثمانية كيلو مترات. يلا جاوز يا مجاوز وحرك يا محرك، راح العملاق إلى الناموسة، راح العملاق ليضيف النقاط إلى المراكز الأولى، وخصيصا في هذا المهرجان الظاهر أنه ما شاء الله مركز ومقدم نوعيات جميلة ورائعة في مسار هذه التحديات. شاهين على المركز الأول، شاهين على الانطلاق الأول، يندفع بالمقدمة، يأتي بهذا الاندفاع، الحمر خطر، الحمر خطر دائما وأبدا في هذه المؤسسة العملاقة، ثلاثية للشعار الحمر. يلا يا العملاق، يلا يا العملاق، يروح هناك بالناموس. شوف أداء الجميل، شوف الأداء الجميل، ما شاء الله رقص شاهين في الأمتار الأخيرة حينما تلقى الأوامر وزاد من سرعته ونهايته. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للشعار الحمر، تهانينا لجماهير هجن الرياسة، تهانينا على هذا الفوز، وشكرا شكرا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المضمر المقدم هذه النوعيات، عملاق المضمرين، وهذا شعار هجن الرياسة على ظهر شاهين اللي ينتزع ناموس هذا الشوط بكل جدارة. تهانينا وناموس هملول في المركز الثاني أيضا من هجن الرياسة، المركز الثالث اللي فيه يتقدم هذا النصر من هجن الرياسة، المركز الرابع شاهين من هجن العاصفة، والمركز الخامس هملول من هجن الرياسة. هكذا كانت نتيجتي هذا الشوط، وهو شوطنا الثالث في أشواط صباحي هذا اليوم، والزمول المحليات الأصايل. نعود إلى التوقيت، هذا مخرجنا عبد الله وادي في شاشة دبي ريسن، كذلك متابع هذه الدقة الجميلة، 12 دقيقة 44 ثانية وخمسة أجزاء من الثاني شاهين من هجن الرياسة. تهانينا وتهانينا سلطان بن محمد بن سالم لهيبي المركز الثاني، 12 دقيقة 46 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية لعلي بن يمي اللهيبي والمركز الثالث. المركز الثالث 12 دقيقة التوقيت و53 ثانية خمس أجزاء من الثانية، النصر لهجن الرياسة، وتهانينا للمضمر اللي هو محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، تهانينا للجميع.